يا جماعة، خبرنا اليوم عن مخترع جزائري وصل للمستقبل، ابتكر شغلة تعتبر الأولى من نوعها بالوطن العربي بإمكانيات جدا بسيطة. قدر يحول الأدوات الكهربائية لأجهزة متطورة ومنها لروبوتات ذكية. السلام عليكم نسيز العربية، معكم طارق جلاب معلم البرمجة وهاوي الابتكار. طارق ابن مدينة عين والمام بالجزائر، انولد بعائلة بسيطة بيعشق الاختراع من هو وصغير. والده كان بيملك ورشة فيها أدوات وأجهزة خلت طارق يعزز هوايته، ولما كبر أخذ الموضوع بشكل جدي، درس البرمجة وأسرارها وتعلم أساسيات الشبكات العصبية، وكل هذا بمجهود شخصي. لكن أنا لست محترفا بالبرمجة لأني تعلمتها بشكل شخصي، ولكن أحاول أن أفيد المجتمع بابتكارات بسيطة وأعلم طلاب ما تعلمته طيلة هذه السنين. بدأ يصنع محتوى على اليوتيوب بدرس فيه البرمجة وكيفية تطوير بعض الأجهزة، مثل طريقة عمل مصباح بيعمل بالتصفيق وأشياء غيرها مبهرة. بس اللي بيبهر عن جد إنه اخترع روبوت مثل صوفيا اللي بيتعامل مع البشر وبيتعلم منهم، بس الفرق إنه هالروبوت بيفهم وبيحكي عربي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. احكي لي عنك. أنا روبوت ناطق بالعربية. ما اسمك؟ الخوارزمي، اسم المشروع اللي أطلقه طارق على أول روبوت ناطق باللغة العربية، تكريما لإنجازات العالم المسلم أبو عبد الله الخوارزمي، العالم اللي أسس علم الخوارزميات اللي بتستخدمه كل الأجهزة الإلكترونية حاليا. طارق بدأ يشتغل على هالروبوت من حوالي 3 سنين، وحاليا وصل مرحلة متطورة ومتقدمة لأنه بيقدر يتعرف على الألوان، يفهم ويتفاعل مع بعض الأسئلة. مو بس هيك، الخوارزمي بيقدر يتحكم ببعض الأجهزة الإلكترونية بالبيت. هذا الروبوت سميته الخوارزمي، هو غير متصل بالإنترنت ويعمل بقاعدة بيانات محدودة. أنا أعمل بشكل فردي، وكل مرة أضيف الخوارزمي أني مزيد من المهام والمهارات. طارق عم يشتغل بشكل فردي بدون فريق عمل، بدون تمويل وبدون إشراف، رغم أنه ما تخصص أكاديمياً بهالمجال، بس بيطمح بالمستقبل أنه يطور هالمشروع ويصنع نسخة عربية متكاملة تشبه روبوت صوفيا، وبعدها رح يطور نسخ اختصاصية مثل روبوت جراح وروبوت نفساني، ويكمل مسيرته بالاختراع والابتكار. نتمنى للمبدع طارق التوفيق والنجاح، وأنه يحصل على الدعم المادي والمعنوي اللي بيحتاجه. شاركوا قصة طارق مع العالم ودعموا مخترع المستقبل اللي يعتبر فخر للجزائر وللوطن العربي. وهي كانت أخبار تستاهل نشاركها. اللقاء لن يفوت بعد. لا تستسلموا، حققوا أحلامك، لا تنتظروها أن تحقق لك. هلا، شكرا لانكم تابعتوا هيدا الفيديو للاخر، وهيدي القصه كانت من اجمل القصص يلي اشتغلنا عليها. اذا بتحبوا تتابعوا المزيد من هيك قصص تابعونا على فيسبوك، يوتيوب، انستغرام وتيك توك.